المزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذة سيمون ناصر، رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. في البداية دعيني أتحدث معك عن تفاصيل مبادرة ستر وعافية 2 وما تم اليوم في القليوبية تحديدا في كفر شبين. أستاذة سيمون، هي جزء من مبادرة الحماية الاجتماعية اللي التحالف خدها على عاتقه بالتعاون مع بعض كمؤسسات داخل التحالف، خاصة إن إحنا كلنا كنا شغالين بالفعل كل واحد مننا في مكانه وبيقدم الخدمات الخاصة بيه، بس فكرة إن إحنا نعمل قوافل شاملة توصل لأكتر نقطة فعلا فيها فئات مستحقة ولازم الخدمات الطبية والخدمات الغذائية تكون وصل لهم، ده كان حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا كتحالف علشان نشارك الدولة في الجزء اللي بتعمله دلوقتي من حماية استثنائية وحزمة حماية اجتماعية كبيرة جدا تفيد بيها أكبر عدد من المستفيدين. فكرنا فيها في البداية وتم إطلاقها الأسبوع اللي فات في قرية أولاد علو في مركز البليانة بسوهاج، وبعد كده كانت ستر وعافية 2 كانت في قرية كفر شبين بشبين القناطر. اختيارنا للأماكن دايما المعايير الخاصة بيه هي المعايير الخاصة بالقرى المتعددة الفقر متعدد الأبعاد الخاص بيها، نسب السكان، الاحتياجات، خاصة لو فيها مشروعات داخلة في مبادرة حياة كريمة أو في مبادرات تانية ولسه لم يتم استكمالها، فبنلاقي إن الناس هناك بتكون في أشد الحاجة لخدمات إحنا ممكن تكون بالنسبة للناس هي خدمات بسيطة بس فعلا بنلاقي مردودها كويس جدا، الناس في احتياج ليها. مع كل مرة بنزود تخصصات خاصة في القطاع الطبي وإحنا نازلين مختلفة تماما، بندرس المكان اللي بننزله بنشوف احتياجات المواطنين اللي فيه إيه، معانا الجمعيات الشريكة كلها اللي داخلة معانا والمؤسسة للتحالف كل واحد في حتته بيكون دارس كويس الاحتياجات الخاصة بالناس خاصة من الكراتين الغذائية إيه مستوياتها، القوافل الطبية إيه اللي الناس بتركز عليه في الصعيد، بنهتم إن إحنا نوصل لهم الخدمة بشكل آدمي، بنهتم أكثر إن إحنا ننزل قافلة مشتملة على أكثر من حاجة. كنا مبسوطين جدا بقافلة كفر شبين لأن كانت متنوعة جدا في خدماتها. لو مزيد من التفاصيل عن الخدمات اللي بيتم تقديمها عن طريق هذه القوافل في ستر وعافية أستاذ سيمون. طبعا كان معانا قافلة طبية كبيرة جدا، كان فيها رمض وكان فيها قدم سكري من خلال صناع الخير، كان معانا راعي مصر داخله باكثر من تخصص اهمهم النساء، وكانوا بيقدموا مستلزمات شخصيه للسيدات هناك للعنايه بالجزء الشخصي والوقايه من بعض الامراض. كان معانا مصطفى محمود نازله باكثر من تخصص اهمهم الاطفال، كان معانا مستشفى الناس وده كان عامل دور رائع جدا خاصه للاطفال والقياس الخاص بالامراض القلب الخاصه بيهم، وعايز اقول لحضرتك ده مهم جدا للناس لان فعلا في بعض التخصصات بتكون تكلفتها غاليه على اي اسره ان هي تروح، فان التخصصات دي توصل لهم ومش بس توصل لهم لا بيكون كشف وبيكون ادويه وبيكون متابعه للحالات. احنا في الرمض مثلا بيبقى فيه قياسات للنظارات وبنحاول ناخد على قد ما بنقدر ارقام التليفونات او اقرب رقم تليفون للشخص اللي هناك والارقام والبيانات الخاصه بيه لان بيبقى فيه متابعه خاصه للحالات. يعني الحقيقه ان دي نقطه مهمه جدا استاذ سيمون يمكن كنت ساتطرق اليها فيما بعد، فكره المتابعه، يعني نتحدث الان عن قوافل بتجوب يعني القرى التي بها العديد ممن هم اولى بالرعايه، هذه القوافل من المفترض انها متنقله، كيف يكون هناك متابعه مع من تمت الرعايه او قدمت لهم الرعايه في الفئه الاولى استاذ سيمون؟ بصي، هو ملف المتابعه والتقييم للخدمه اللي بنقدمها ومتابعه الخدمه ان هي توصل لمستحقيها من الملفات اللي احنا مركزين عليها جدا. بنفس جوده وفعاليه الخدمه نفسها اللي المواطن بيتلقاها، لان المواطن لو ما حسش ان انت بتتابعي معاه وبتقدمي له الخدمه بشكل كويس جدا وبتتابعي معاه تاثيرها عليه سواء من كشف او سواء من عمليات او تحاليل، ده بيكون صعب جدا. كل مؤسسه بتقدم خدمه عندها تيم الخاص بالمتابعه سواء من خلال التليفون او الزيارات الميدانيه او المتابعه لتحويل بعض المستشفيات المتعاقد معاها الجمعيه او المؤسسه اللي بتقدم الخدمه الطبيه او مستشفى تابعه ليها، فده اول باول بنتابعه وبنتابعه باستمرار يمكن بشكل اسبوعي مع المؤسسات بحيث ان احنا ما نخرجش من قريه واحنا قدمنا خدمه ومشينا، هو المواطن مش هيستفيد حاجه، خاصه هو اصلا بيكون فكره حتى الفلوس بتاعت الادويه بتكون صعبه عليه. فانت عشان تقدري تبقي فعلا قدمت له خدمه متكامله لازم تتابعي معاه. قدمنا كرنفال للاطفال كان رائع جدا في مصر عرايس من خلال الهيئه القبطيه، كان في توزيع مستلزمات دراسيه للطلبه وكان فرحانين بيها جدا.
كان في حاجه متعلقه بتغير المناخ والمحافظه على البيئه بشكل توعوي رائع جدا من صناع الحياه بلونها بالاخضر. عملنا معرض ملابس بالشراكه ما بين جمعيه رساله وما بين صناع الحياه، كانت رائعه جدا. القوافل التوعويه بجد من يعني الحاجات اللي ما كناش معتقدين ان هي هتعمل صدى كويس جدا، الناس كانت مرحبه بيها جدا، السيدات كانت بتتنافس ان هم يعني يكونوا حاضرين فيها، خاصه من خلال مؤسسه بهيه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وجود الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره ودورها في تقديم الخدمات الخاصه بيها ومتابعتها مع السيدات، لان حضرتك عارفه ان الجزء الخاص بتقديم الخدمات تنظيم الاسره تحديدا قرار مش منفرد للست، فوجودها للتوعيه وعدم متابعه بعد كده هي دورها ايه او ان هي ازاي تقدر توصل الخدمات دي بسهوله بعد كده، ده بيكون طبعا حاجه صعبه بالنسبه لها جدا. نعم. طبعا كل الشركاء اللي كانوا معانا طرق الابواب من خلال الاطعام اللي قدمته مصر الخير ومن خلال توزيع الكراتين سواء من العربي او توزيع الخاص بالاورمان معانا داخل القافله، مؤسسه ابو العينين والدور اللي قدمته في وجود الفرحه للاطفال سواء في هي ومصطفى محمود في الشرطه المدرسيه. بصي حضرتك انا اهم جزئيه عايزه اكد عليها فكره ان احنا واحنا بنتكلم احنا اتكلمنا على اكثر من 13 مؤسسه موجودين في مصر، كل مؤسسه كانت قادره لوحدها ان هي تعمل حاجه خاصه بالناس. فكره تجمعهم وان هم يروحوا بقافله شامله تخدم على الناس كلها من كل الاتجاهات، وانت كمواطن تحس ان انت بتاخد خدمه غذائيه وانت بتاخد توعيه ازاي تاكل كويس، مش رايح اديك توعيه وخلاص، بقول لك ازاي تبقى عندك اهتمام ووقايه للجزء الخاص بيك والجزء الشخصي والطبي، وانا كمان بقدم لك الخدمه الطبيه متوفره عندك وفي النقطه اللي انت موجود فيها بدون ما تسعى كده. طبعا صحيح. حاجه بقت مهمه جدا. نعم. وحاجه اقدمها تحالف بشكل راقي. طبعا. بشكل ادمي بشكل نتمنى ان احنا بنكون بيه بقدر ما بنساعد الناس في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بقت صعبه على الكل ومستمرين فيها. وباذن الله القافله ان شاء الله يا فندم متاكدين ان هي تعمل شكل اكبر من كده كمان وتخدم على عدد مستفيدين اكتر بكتير ان شاء الله. واحنا طبعا يعني متابعين معاكم استاذه سيمون. انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا استاذه سيمون ناصر رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسه حياه كريمه وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا لحضرتك.